راديو صوت منا الصوت ومنكم الصدى. صباح الخير وعسلامة كل متتبعي راديو صوت منزل بورقيبة. اليوم راديو يتنقل إلى دار مسنين منزل بورقيبة لمواكبة وتغطية حدث جميل جدا ومزيان برشا. اليوم كما قاعدين تراو معايا في اللافتة فما الملتقى التنشيطي لمراكز رعاية المسنين، دورته الأولى باش تكون في دار مسنين منزل بورقيبة. هذه أول مرة دونك تصير ويحتضنها منزل بورقيبة، ويتخلل النشاط هذايا حدث زادا مزيان برشا نجمو نحكيو عليه، واللي هو عقد قران مسن ومسنة موجودين هنايا في دار المسنين هذايا. مرحبا بيكم، تفضلوا معايا. سيدة فينا مرحبا بيك. عايش بك الله فيك. ميرسي، عايشك تظاهرة ياسر مزيانة قاعدين نراو فيها اليوم في دار المسنين، لو كان تنجم تحكي لنا عليها. هي أول تظاهرة والمنطلق نتاعها هو إن شاء الله يكون منزل بورقيبة، دورة نعتبروها سنوية للتنشيط للمسنين، فئة المسنين. حبينا المسنين اللي داخل المراكز الكل نجيبوهم في نهار واحد ونعملهم بعض ورشات ونبينوا كيفاش في المجتمع المدني وللمحيط الخارجي هاو شنو المسن وكيفاش يعيش وشنو نوعية الأنشطة اللي يقدم. يعني المسن ينجم يقدم أنشطة، مش معناتها مسن وفات حياته كمعطاء معناتها. المسن احنا بينا ناشط، ماذا بينا ديما يدخل في دورة الحياة العادية ويخرج من الروتين اللي يعني يكبر ديما نفسانيا ويعتبر في يعتبر نفسه في عزلة، ويحب المسن ديما يكون متواصل مع المحيط ومع الحياة بشكل عام. الدورة هذه تسمى ملتقى التنشيط لمراكز رعاية المسنين. مرض رعاية المسنين موجودين داخل الجمهورية تاعنا. ان شاء الله السنة بدات في منزل بورقيبة والعام الجاي ان شاء الله تشوفوا مركز اخر يبناه وناخذوا نفس الاداره. اما احنا كنازلين نحبوا ديما التميز منزل بورقيبة. ديجا احنا فكينا الدورة الأولى. ديما ان شاء الله نكونوا موفقين. ان شاء الله فهمت باش اليوم في بالي عندكم اهم مفاجأة يعني هي عقد قران نتاع زوج مسنين اللي الوزيرة أشرفت على قراءة الفاتحة نتاعهم في 21 ماي 2013. احنا حبينا نكملوا المرحلة بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للنظام الاجتماعي، عملنا لهم بيت صغيرة وخلينا لهم واحد يعني فرش صغير واحد كل شيء حسب الإمكانيات نتاعنا. حسب الإمكانيات. حجم الورق عملنا لهم حجم الورق. إن شاء الله باش نعملوا معقد قران وباش يحفظ فينا برشا من المجتمع المدني. وانتم معكم دور تشوفوا على وانت ستريسي شويه على اساس انك ولي امر العروسه ولا ولا ليه؟ انا ستريس وصي ان شاء الله الجمعه كامله كنت ستريسي يعني محطوط تحت ضغط من برشا سؤالات والناس ماهيش مصدقه اللي فما يعني كيفاش سؤالات يعني فما ناس اللي ماهيش مصدقه عرسوا ما عرسوش حسب كتابة الصحافه قالوا صي تم عرس وقع يعني عقد قران واحد هو ما صارش شيء فاتحه بسيطه تقرات وقتها حبينا نوافقوا النقطة هذيا، هذاك علاش عملنا عقد قران في المنطقة هذيا، استغلنا وهيك فرصة هي للمسن هذيا باش يعيطوا كل المسنين داخل الجمهورية كاملة يحضروا معاه. حضروا معاه جوست هما تو حسب ما علمت أنا عندكم 9 دور مسنين مشاركة. أي 9 دور مسنين مشاركة على 11. على 11، صفاقس عنده بعض الموانع الخاصة عطتها احنا نستناو فيه باش يجي. اما لا سيدي معناتها استقبل ديجا اكثر من نص نتاع الدور المسنين الموجوده في لا نصحنا الحق ويعطيهم الصحه وخليهم كل مديرين بالمراكز كامله كان عندهم تجاوب كلي وعجبتهم التظاهره وان شاء الله تنجح ان شاء الله وتكون شاء الله. يعني نقطه بدايه كيف كنت على مستوى الورشات توريت ورشات مختلفه شنو بالضبط موجود عندكم انتم في دار المسنين؟ احنا كمركز رعايه المسنين بمنزل بورقيبه باش نشاركوا ورشه التزويق على الدور، ورشه تصنيع كيف يقولوا فيها النماذج بالشمع الشمع هذاك اللي نستعملوه، وفما ورشات نتاع المرتبات، احنا توا المسابقه اللي نحبوا نربحوها يعني احنا كجائزه ان شاء الله ما تخرجش من عندنا. لا بيان سور. اسمع حتى كي نخرج من عندنا تو نخطفوها في الدورة، ما يخشش ونحاول نربحوا المال، لكن الهدف من الورشات هو ان ندخلوا ورشه يعني متناسقه يقع اعتمادها في كامل المراكز، ورشه سهله ينجم اي مسن يتعاطى معها، ينجم يتماشى معها ويتجاوب معها وتكون نموذج يحظى به في كامل المراكز. يعني ما نكونوش ثم اختلاف حتى في طريقه التنشيط، نحب نوحدوا الاساليب والتقنيات اللي نستعملوها، نحب نتقاربوا كيف كيف،
في طريقة الخدمات اللي نقدموها للمسن، وهذه الفائدة من استدعاء المديرين تاع المراكز مع المسنين نتاعهم. احنا توا كان شفت انت في بيتك قاعد تقول جلسة تاع إطارات باش يقيموا، كنت تشوف في جلسة مع بعض الإطارات مع المشرفة من وزارة المرأة، هذا على أساس احنا باش نوصلوا لتنسيق بسيط ما بيناتنا ونخرجوا أساليب موحدة لمراكز المسنين ونتوحدوا حتى في النموذج. بالنسبة للمنتوج سي لطفي اللي يقع إنتاجه من في الورشات هذوما، شنو مآله معناتها؟ مبدئيا احنا هذاك علاش قلت لك راهي فما برشا مفاجئات في الواحد. احنا مبرمجين بحول الله منا ب 1 اكتوبر ان شاء الله نخرجوا نعملوا مجموعه من الانتاجات ومن بعد ان شاء الله تنخرجوا. في اطار معرض؟ ان شاء الله ما نسبقوش الاحداث، خلي ال انك نحس معناتها اخترت عندكم معرض ان شاء الله. ان شاء الله ما نحبش نقول حاجه ما تنجمش تصير ان شاء الله. علاش علاش يبدا فما عزيمه وانتم تبارك الله عليكم ان شاء الله. ان شاء الله تتابعك ان شاء الله. ممكن واحد موجودين ولا ايه؟ فما كتيب مزيان على الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، هذا صادر على شكون وكيفاش شنو موضوعه بالضبط الكتيب هذا؟ هو يعني المجلة الصغيرة نتاع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، التدخل نتاعو، الأهداف نتاعو، طرق يعني التدخل السريع اللي يعتمدها، البرامج نتاعو كيف كيف، الفئات الخصوصية اللي تنضوي تحت يعني منظورين الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. الكتاب هذا يصدر فيه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بشكل دوري، يقع بشكل دوري كل سنة، يقع في كل المعطيات ونصدروه ونعتمدوه كيف كيف في التظاهرات هذه للتعريف بالخدمات أهم الأنشطة والخدمات اللي يقدموها. وهو على سبيل الذكر للحصر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هو الإدارة الأم لمراكز رعاية المسنين الموجودة على مختلف مختلف البلاد. تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي هي تهم الأطفال، الفئة ذات الاحتياجات الخصوصية يعني بجميع أنواعها، وتهم كيف كيف المسنين. تقريبا المجتمع كل فئه والشريحه من المجتمع معنيه بالتدخل الاجتماعي، الى جانب بعض البرامج اللي يعتمدها هي البرامج التنمويه يعتمدها باش يعاون الفئات الضعيفه والواحد في احداث بعض المشاريع. يعطيك الصحه سي لطفي، احنا الكل نعرفوا اللي الامكانيات على قدها، وهذه انتم قد اعلنتوا عليه، وان بليس حتى السيده الوزيره وقت اللي جات قالت انه ان شاء الله يتخصص بيجي لدار المسنين مازال بورقيبه ان شاء الله. هذا احنا ان شاء الله انا حبيت نقول معناتها ميزانية ما يسمى ميزانيه التسهيل اللي كانت عليه وزيره المراه، هو ما يمثل انه يعني ميزانيه خاصه باعاده بناء المركز. بناء المركز فما ميزانيه محطوطه مرصوده من قبل، وفما اعتماد اخر اضافي قاعدين باش تويكا باش يديروا على خاطر حسب ما نعرف علمنا احنا اللي انتم تلاقيو في برشا صعوبات من البناء بنية قديمه برشا، وعلى قد ما واحد باش ينظف ولا باش ديما ما يظهر فيها حتى شيء خاطر قديمه. دونك وهذوما مسنين ابائنا كما قالت السيده الوزيره. دونك احنا باش نحصوا معاكم زاده في متابعه الموضوع هذايا نتاع الميزانيه اللي باش تخص تهيئه الفضاء هذايا، ان شاء الله ربي معاكم. هل مالناش مسايبين الدوسي اذا ما يديها الصوت؟ كنت بنا لنا على احنا عندنا احنا عندنا ثقه فيك انت واجه واحنا وراك. شكرا على الاستضافه وميرسي، ونخليوك عاد تمشي تشوف عرسك واحنا مستقرين معاك. شكرا. في إطار زيارتنا للورشات اللي موجودة في دار المسنين اليوم، بحذية زوز جميلات خسنوات، واحدة لابسة لباس تقليدي بالأحمر والأخرى لباس تقليدي بالأخضر، شنو هي الزينة؟ ما تعرفش ما عند ربي. الزينة عامل حالة. الزينة عامل حالة. حاجة شنو هي الزينة ذا الكل؟ والله احكي لي اللي ما يعرفش بربي. باجا هذا اللباس نتاع باجا يلبسوا هكا في باجا هذه شنو شنو نسميه فراشيه بالصوف فوق الهدايا
توا اسمعني هي كبرها هكذا الفراشية هذه ولا باش هي مشترة مشترة صغيرة ما ثم زادي اخرين كبار وقداش عندك تخدم في الفراشية انت من قبل تعرف ما زلت امي هذا يصلي عندي تبارك الله ياسر مزيانة زينة هذه يعيشك بارك الله فيك يعيشك والالوان انت تختار الالوان الجري والاخضر هذه مزيان برشا ثم بالاحلام هي فراشيه الاحلام الابيض ثم بالغبرة تعمل الاحلام زي ده انت نعمل رقم هذا وعندك شكون يجي يشري من عندك لا اقبل 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 نمشي نختم عنده هذا يجي دارنا نختم ونعطيه أما من اللي نادي بابا في دار المسنين به الفراشية في كما هذه قديش شدك وقت زين بل بشهر بشهر بل بشهر باش نختار إذا كان هما معناها نختاروا بلوه يجيبوني من عندهم ونحن نصدق وإذا كان مثل على القياس معناتها قداش ها وين يجيبوني اذا كان يحبوا هذا بالوقت من جنب يمكن ناخذ صدايا وباش يعاونوك يجيبوا لك صدايا ان شاء الله انت تتبع دار مسنين ديجا هكا باهي تو نحكيو مع المدير نتاعكم يجيب لك صدايا مالا يا لاله تغمر انت اش قال لك؟ باهي نزيدو نحكيو معاها احنا نقولوا له بالله المراه المزيانه نزلها صدايه عايشك عايشك ياسر يعيشك بارك يعيشك يعيشك ربي يفضلك مرحبا بك يعيشك بارك الله فيك ان شاء الله نجيوك الباشا وتفرح بينا نفرح بكم قولوا لي قبل بقبل كلمة باش تحضر لي فراشية حضر لي فراشية أنا مريت كيفاش كيفاش ترى الغبرة الغبرة هنا تشريفات هكا تشريفات هكا تطلع علي أنا ذيك وش فرش تسام باهي يا للا نجيك الباشا وتحضر لي فراشية عروسة منا عروسة منا ومبات ولي عروسة منا نحب فيها برشا عرايس أنا فيها برشا عرايس فيها برشا عرايس أنا نختاروا لك فراشية وش فرش يعيشك يا للا مرحبا يعيشك مرحبا بيك في منزل بورقيبه وان شاء الله تو نحكيو يعيشك ونحكيو مع المدير نتاعكم ان شاء الله نشوفك في شي نجم يوفر لك سديه واخدم على روحك عايش زين هاي نزيدو نشوفو ضيوف اخرين معانا كمل الله يعينك خدمتك صرنا خيوطك برشا هاي ستوب تو احنا عندنا ضيوف زيدا شرفونا من مات عسلامة منين من مات؟ حي النصر حي النصر في ماتر؟ هذا حي النصر في ماتر مرحبا شنو الجبة المزيانة والخمار المزيانة؟ كيفكم عاتم زياتي؟ شكون؟ انتم اللي اعتدونا كل شيء جابونا كسوة كل ما معكم قبيلي شفتك تشطح على الطبال عظامك ما تركحش على الطبال تحب الطبال انت؟ تحب الطبال وميل عشكون الميل يعني كي تلقى مع شكون تشطح شنو يسميوه هذا المزود تشطح السلوع المزود محليك محليك وما شبك يا حاج والحاجه هذه زاده من ماتر من القصرين مرحبا مرحبا يعيشك يا حاجه عليك ماما قعدت تمشي وبرشا اليوم باش وصلتوا اي من عقب الليل من الليل وانا من عقب الليل يا للا على الرحله سنة كنتو مرحبا بيك في كل وقت وجبيعة القصرين الكل احنا نحبوهم برشا راهو عايشك يا عايشك يا عايشك فرحانين مالا اليوم باللي صاير في منزل برقيبة هيا بيه ان شاء الله ديما فرحانين شو 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 كي غاروا منا جاوا شو شو كي غاروا منا جاوا يصوروا في قنوات اخرين انا عايشة لهنا عندي حد لطف عليك لطف عليك من الموت ثم بلاياتي كل شيء نصرف بكم بي الحق له السيد هذاك كويس مش قناتنا هذه قناتنا الحق له والله لا بيه يا للا بيه حوتة تمشي وحوتة تجي وحوتة تصلي على النبي وحوتة تصلي هذايا مثل من ماترك عمركم ما سمعتوه اسمع شو قدش من واحد يصور فيك؟
علاش علاش انت بالذات جاوك ثلاثه من الناس يصوروا فيك؟ بركا لا 500 عليهم. لا 500 عليك وانا بفضلهم يا عيشه. لا نحكم عليا يا لله يا لله كله ياسمين يا عيشها يا ربي. هذه كانت مداخله من ماتر. شفنا الجسرين وماتر وبيجا. نزيدوا نكملوا ونشوفوا ورشات اخرين ونشوفوا ضيوف اخرين قاعدين شرفونا بحضورهم اليوم لدار المسنين في منزل برقيبه. مرحبا بيكم. يا من ماتر ومن بيجا. نزيدوا نكملوا نشوفوا ورشات اخرى مشاركه زاده هوني في دار المسنين منزل بورقيبه. وكما كان يحكي السيد المدير هي 9 دور مسنين مشاركه، دونك فما برشا ورشات في اطار جميل وانيق وامبيونس مزيانه برشا. تشوفوها معايا تفضل. كما تعرفونا احنا مو ما نربحوش، شفنا الاجواء الاحتفاليه اللي غادي والكل، اما قاعدين ديما نسالوا العروسه وين مخبينا. لوجنا وفي الاخر طلعنا التركينه اللي هما حاطينها فيها. طب باش تدخلوا تشوفوا معايا التحضيرات اللي قاعدين يقوموا بها للزوجه المستقبليه. ايضا بون معنا مدام عزيزه عوادي الوفلي رئيس جمعيه الطفل مع بنزات. مدام انتم تبنيتوا فكره تجميل العروسه اليوم؟ اي تجميل واللبسه وكل شيء. هذا النشاط مش غريب عليكم كما فسرت. لا لا نشاط متعودين به ديما، العايس الكل المعوزين ولا المعاقين يعني ديما الجمعيه متبنيه العمليه هذه. يحب يقول يعني هذه مش اول مره تصير في دار المسنين انه مزوز يتزوجوا في دار المسنين. احنا كجمعيه اول ما تبنينا العمليه هذه في دار المسنين. سي بيان. ونحب بالمناسبه نشكر سيد احمد بوشوشه. سيد احمد باش نحكيو معاه بيان سور، هو اللي حاط اللمسات الفنيه. هو اللمسات الفنيه سي صالح، تشوف الابداع ولا نحب نشكر هيئه الجمعيه الكل ونشكر الناس اللي عاونتنا وتعاون فينا ديما على جديد الانشطه، وخاصه النشاط هذا عاونونا برشا. ونشكر الاخت احلام تزيد بنت اللبسه وكل ما يهم العوسه، والاخ احمد بوشوشه الكوافير. هذا نحب نشكرها بصفه خاصه. يعطيكم الصحه. احنا قاعدين نشوفوا في الانجازات توا العروسه اللوك نتاعها تبدل. تفضل سي صالح. هذه انجازات كبيره ياسر معناها بالنسبه للمنزل بورقيبه، معناها
هذه من بشرتنا بها الوزيرة شؤون المرأة. وزير شؤون المرأة أنا بشرت منزل بورقيبة بإنجاز مشروع هام كبير جدا وهو التزويج معناها زوج من المسنين. وفهمتني ولكن اعتمادات معناها فهمتني ترصدت لهذا المركز اعتمادات بنحو 2 مليارات ترصدت في من 2009 و2010 للمركز هذا والى الان معناها لم يحدث اي انجاز معناها على مستوى البنايه المتداعيه لكن الوزيره رات انها باش تضع من اهم اهتماماتها بكشي سي صالح معناتها هي حبت انه تورينا انه المشاعر الانسانيه ماهيش مربوطه بعمر ولا بوقت ولا باطار زماني ولا مكاني معين نجمو نعيشوا لحظات جميله في كل عمر والدليل واضح قدامنا الفرحه والابتسامه على وجه العروسه وزيد يعطيهم الصحه الجمعيه اللي وفرت لها التجميل وروبه العروسه يعني عملت لها امبيونس مزيان برشا برشا اذا هذا يا جانب انا العمل الجمعيه جانب انساني انا بقى. جانب انساني وجانب باهي ياسر لانه كما كنت تذكر انه معناها الامور هذيك ما فيهاش معناها عمر معناها محدد الا انه تصبح معناها على مستوى وزاره ومستوى دوله يظهر لي معناها السيد الوزيره معناها في زيارتها معناها المنزل بورقيبه من اهم اهتماماتها وقد صرحت به معناها مباشره انها ستزوج معناها زوج مسنين وهو وتدخل الفرحه لقلوبهم وتدخل الفرحه لقلوبهم ولقلوبنا احنا لكن يظهر لي معناها الشريحه العمريه هذه تستحق عنايه من نوع اخر ممكن لو كان الزواج كان معناها للشبان معناها من العاطلين على عمل وشبان معناها في عنفوان الشباب نتاعهم معناها تم عمل برشا زواج انا اللي عرفت سامحني سي صالح عرفت اللي الزوج مسيره كامله 7 سنين هو يحارب يحارب على الحب نتاعو يحارب على قصه الحب كامله هو السيد هذاك معناها في مده معينه وقبل الثوره معناها طلب من احد الولاد معناها طلب قديم عنده هذا مش معناها الوزير هذه والجديد معناها طلب قديم وتابعناه حتى اعلاميا من قبل والله مره يا سي صالح مررت لها الجايه على كل كنا كاعلاميين وانت زاده كمراسله معناها مشاكسه ايوا يلزمنا باش نهتموا بالامور هذه ان شاء الله انا حكيت قبيلي مع السيد المدير وقلت له رانا طولنا قاعدين نتبعوا في الموضوع نتاع الميزانيه اللي ترصدت احنا حتى كان نفدلك ولا نغلقوا رانا الموضوع الرئيسي وراه فهمت دونك احنا ميزانيه باش ترصدت لتهيئه الفضاء هذايا على خاطر كيف ما يقولوا ما عادش فيه فهمت اما شويه ميزانيه شويه تفدلك فرحه مش مشكله على الاقل نبدلوا شويه الاجواء في منزل بورقيبه شويه نبدلوا مسيرش هذا جو باهي رائع معناها انا بالنسبه لي انا نوجه شكر كبير خاصه للجمعيات والاتحاد ياسر يعطيك الصحه الجمعيه شو عامله اما ان شاء الله معناها هذا الزواج هذا يتم ويتواصل وان شاء الله وزيره المراه تمشي تزوج لنا معناها الشباب الفقراء مساكن بالحق اللي في حاجه ونرجع ديما للمشكله مرات وهي معنا زاد راهي معناها النايبه نتاع الوزاره ممثله وزاره المراه موجوده معنا معناها والله وبشرتنا قلت انه معناها في السنه هذه 2013 تنطلق اشغال معناها الترميم ولا اعاده بناء هذا احنا ما ديما نضربوا الحديد وهو سخون الممثله على وزاره المراه هاي هوني موجوده ننطلقوا ديريكت ما بشرتش لا يمسيش على الاقل نظرتك التفاؤليه لا نظرتي التفاؤليه فما اكيد العديد من التفاؤلات والتفاؤل المستديم باعتبار انه فما العديد من البرامج والانشطه اللي تتعلق باعاده تهيئه مؤسسات رعايه المسلمين سواء كان على مستوى البناءات او حتى كذلك على مستوى الخدمات المقدمه رفع مستوى وجوب الخدمات المقدمه وكذلك التدعيم والتطعيم مراكز رعايه المسلمين بالاطارات والاعوان الكفاريه وقدم الخدمات. باهي طب انت قلت لي ما زلت ما باشرتش اما الكلمتين تبارك الله موجودين. مقدمه عملتها مقنعه معناتها ما باشرتش هكا تحيه لممثله المراه فهمني انا كانت افلح واصدق معناها من الوزيره بما انك استجوبناها
استجوبناها استجوبناها الوزيرة ولنا الحق في استجواب كل المسؤولين. قالت انا جايه باش نعرس للناس الاخرى انا ممثله المراه. قالت المشروع وباش ينطلق في 2013. التاكيد انه تظاهره اليوم تندرج حوار ساخن تندرج في نطاق بالفعل تظاهره تنشيطيه وتثقيفيه لمقيمين في مراكز مختلف مراكز رعايه الاسره. وبالفعل السيده الوزيره باش هو مدام وسي صالح بغض النظر على الخلفيات والموضوع والكل. اليوم انت حسيت معايا اللي فما تفرهيده وضحكه من جد ما بين المسنين. شنو فما تفرهيده؟ فرحه كبيره فرانشمون. اكيد شوف انا نحب ناكد لكم حاجه انه في مراكز المسنين ما نقولش ينقص لكن هو موجود ربما المواكبه اليوميه ولا الدائمه لمراكز المسنين. تتعرفوا انه خاصه في المناسبات والاعياد وعلى امتداد خاصه رمضان باذن الله كانت تعطيكم الفرصه العام هذا ورمضان ان شاء الله السنه واكبوا الاحتفالات على مستوى مراكز رعايه المسنين. تشوفوا تقريبا يوميا المراكز الكل عندها تظاهرات على امتداد 30 كل يوم تقريبا. هذا يعني إضافة للمصائف اللي يعملوها principalement في خلال الصائفة متاع كل عام سنين لإقامات ومخيمات. يعني مش جديد راهو على وباقي نأكد إنه المدام زيت ما بشرتش زيت ما بشرتش والجدول قدامه. متابعي راديو صوت مازو بورقيبة كما قاعدين تشوفوا الإقبال باقي في تزايد. هذه كار جيتنا طوى من الكيف. مرحبا بكم مرحبا مسنين الكيف عزيمة ممثلة عن دار مسنين الكيف. مرحبا شبكم مخر شكون سكرها وكلمتونا حالين المدينة الكل خطيتنا مش احنا اللي مسكرين. مرحبا بكم مرحبا بكم عزيمة حاجة. مرحبا يا زعراي مرحبا سي ابراهيم قدمت في روحك قبيل ما اختفت كان رئيس مصلحه مصلحه المسنين اللي تحدثوا في المسنين والمعوقين. سي ابراهيم شنو النشاط الكبير اليوم والاجواء الحافله والكيران والكراهب؟ والله هو نشاط عادي مش بقوله لكن مش عادي يعني. صحيح احنا هو في اطار تنشيط المسنين اي مراكز رعايه المسنين من 50 اللي هو منظوري التحكم في القطاع الاجتماعي نقوموا بانشطه متعدده لجانب النشاط الرعائي للمسنين في مراكز المسنين. نقوموا انشطه في المركز لكن حبينا نكونوا هذا ملتقى اول بالتنشيط مع كل المراكز. قلنا نبداو منزل بورقيبة على اساس انه كانت بادرة زادة من هو منزل بورقيبة كانت سباقة في احتضان الدورة هذية واللي انا نقولها لكم قد الوقت توا تقريبا 11 تقريبا 11 غير درجين 11 درجين التجربة كانت ناجحة ان شاء الله لانه تقريبا توا اغلبية المراكز موجودين تنسيق كامل بين كل المراكز. سي ابراهيم فما كار هذية وصلت منين؟ هذية مركز المتخلفين ذهنيا. متخلفين ذهنيا منين؟ بنزارة من تونس. من تونس باهي تفضل خلينا نستقبلوا مع بعضنا ومن بعد نرجعوا ونكملوا حوارنا. مدام مرحبا بكم. مرحبا. عليكم مرحبا بكم. ابراهيم عسلامة مدام. من تونس. احنا منوبة. منوبة. معاقين ذهنيا بدون سند عائلي منوبة. هذا المركز الوحيد اللي في الجمهورية التونسية. المركز الوحيد عندنا مركز وحيد بدون سند عائلي وبالإقامة. بالإقامة. إقامة كاملة. والأعمار. تختلف دونك من 10 من 15 سنة حتى من ذلك من 20 سنة هذه أصغر واحد 20 سنة حتى 80 سنة. مدام فيولي هو المركز الوحيد قداش عندكم النسبة معناتها بتاع المقيمين؟ عندنا 113 مقيم قادرين أنتم أنكم تتكفلوا ب 100؟ بالطبيعة
عندنا يعني عمال يعني سيتيير دو في وعندنا والمقر نحكي عن المقر سي بون تولي سي بون سي بون سي بون ديار ديار لاباس سي بون هذا صحة هدية احنا بون احنا اول مرة نسمع اللي فما ما فما زاد مركز ثاني قاعدة وكور باش تخدم اللي هو في جيبس يكون عندنا واحد في انا عجبني سي ابراهيم عرفتك الابتسامه معناتها عنده نظره تفاؤليه باهيه في المستقبل للمعاقين والمسنين زعما لاباس امورهم الحمد لله والله شوف الحمد لله على قد امكانيات نعاود ونزيد كل واقع توا الظروف قاعده تتحسن كلهم تقع برمجه On travaille contrat pour pas. Donc, le chiffre de l'étude de l'étude, c'est une chose qui est très bien. Nous avons une chose qui est très bien. تلقى الاخصائي هو مربيين بالنسبه للمرتي يعني فما كفاءات مختصه بالاعمار هذه ومراقبه نفسيه وطبيه وكل كلهم وزاد كيف كيف تشوفوا بحذاكم صحيه ونفسيه وتنشيطيه فما رحلات فما المصائف فما تقريبا هذا المدام جماعه جايين مشاركين بورشات وانتم مش بايديكم فارغه لا 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 حبطنا ليه موجودين موجودين كنا نحبوا نشوفوا شنو كيفاش باش بعد توريو اموركم بعد باش نهبطوا دبشنا اما حبينا شفتك السيستم حاب يشوفوا شو فما قبل بعد يهبطوا باش نشوفوا شنو الاسباس وكيفاش ان شاء الله كل المشاركين كل واحد عنده هديته ثم باش نختاروا اعز ورشه ونعطيو وزاده هديه لاعز ورشه وعندكم حكايه اخرى انتم توا عندكم عروس وعروسه وشيء كبير زاده هو بيدو في اطار النشاط نتاعنا هناك ان شاء الله عندنا العقد قران مسن ومقيمه بمركز رعاية المسنين بمنزل بورقيبة هو مسن ومقيم زاده مسن مقيم ومقيم يعني هي اقل من 60 سنه لكن عايش كل مسن فهمتني ولا باش يقع ان شاء الله عقد القران على وجوهكم الزغريت حبينا زادة كيف كيف المسنين الكل متاعنا زادة يشاركوهم في الفرحة هذه وتكون بادرة أولى وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله هو بيدو مع الحياة الكل والله مع الحياة أنا عجبتني الضحكة اللي كانت موجودة فريمون من قلوبهم يعني إننا نحب ونتحب ومش مربوطين بعمر ولا ب هذيك هي احنا ولا نقيسوا من رحمة ربي احنا برمي لي شوز اللي نحكيوا فيها توا زاد المهم اللي هو في جلب التنشيط في جلب هذا انه المسلم يدخل دار المسلمين ما يقعدش سنة في الموت بالعكس والله سي تري امبورتون ولا هذيك الواقع لو فيت اللي انت تخرج لو فيت اللي انت تنشطوا لو فيت اللي تعملوا الانشطه تعملوا ادماج في ورشات لا هي باغمي الانشطه اللي كانت موجوده شفت انت في مثلا معنا مسنين بيجا كنت على قبله والذكرى عندنا المسنة من قرنبيلي كيف كيف عندنا مسن شاعر في منوبه عندنا كلهم تبارك الله تشوفهم بعد زاد بالنسبه للمخرجين الدينيين عندهم خدمه كبيره في التنشيط في التزويق في الهدايا فكنا احنا من العرب الكل هذا كل يدخل في الدار انه نعطيه ندور من السن وامل في الحياه الى الله الى الله ومازلنا مستحقين هم معناتها ما نعرفش علاش كان لاحظتوا حاجه اخرى الشعارات اللي حاطينهم هو بيدهم شعارات تمس المسن ديريكتومون وتعطي اهميه للمسن يعطيكم الصحة في دول الغرب شنو قاعدين يعملوا؟ قاعدين يجيبوا المسنين باش يأهلوا الناس في الجمعيات معناتها من يستنفعوا بخبرتهم احنا بيدنا علاش ليه؟ علاش ما نوريوش المسن الدور الفعال نتاعو ينجم يعملوا في المجتمع يعطيكم الصحه مرحبا بكم اليوم نشاط يسرح له فريمون معنا ما نقولوا فيه مصره باش نشوف انجازاتكم جيب الصباح ولا نلوج عليك جيب ما مشيتش للحجاج في البيت نشوفوا في الحوايج مبروك مهما تعمل يا سيدي الحمد لله في الاخر وصلنا ايش نقدموا غادي شويه ونحكيو نقدموا شويه حاجه نقدموا المصراره فانيليا المصراره غنيت بنجم جيبك نجيبك جيبك الشوط نتاع المسلمين كل ما نروح عليه كنا نحكوا كلنا مع بعضنا والعرس اليوم هو نقطه من الاول Thank you.
كامل تصوير باخذ ود به يا ساج نمشي نشم الغادي نشم الغادي مليح مليح خلينا ناخذ تصويره باهي تعمل زير ثاني شو سجل ياخذنا الفوز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهلا نحمده سبحانه ونشكره على نعمه العظمى الحمد لله الذي شرع لنا الزواج وجعله سببا لسعة الأمثال وجعله مودة ورحمة إذ قال جل جلاله في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالإنذار والبشرى وعلى آله وصحبه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدلا ولا حسرة فهو الذي جعل الزواج من سنته فقال الزواج من سنتي فمن أحب فطرتي فليستنى بسنتي إن الزواج سنة الرسل من قبلنا امتن الله به عليهم قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وهو الذي دعا إليه من جاءت من الفساد حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال فيه من ضللته الغمامة رسولنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة والزوجة الصالحة هي التي أشار إليها رسولنا الكريم حينما قال هي تلك التي إذا ما نظر إليه سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله حضرات الضيوف الكرام يلتئم شملنا اليوم بعقد قرار السيد محمد الغايري على الرئيسة الفضيلة القاسمي وعملا بمحكمة القانون عام 94 سنة 98 متعلق بنظام الاشتراك في الأملاك يجب على العدلين أن يذكر الزوجين بالأصل بإحكام الفصلين الأول والثاني من القانون المذكور الفصل الأول نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختيار عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق وهو يهدف إلى جعل العقار وجملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة ثم الفصل الثاني إذا صرح الزوجين بأنهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان لأحكام هذا القانون إلا أنه يحتاجهما الاتفاق على توسيع نطاقه في شأن التنصيص على ذلك صراحة بالعقد سي محمد والفضيلة عندكم الحق بالشطار بين زوج أمور يا إما نظام فصل يعني كل إنسان يحكم أملاك وحده وإلا نظام الاشتراك على شو ينطبق نظام الاشتراك ينطبق على العقارات إذا كان رضيناه باش نعمل الله ربنا والكريم كان ربي رضينا بعدي كانت بدويرة تقول لي شطارة ربينا أو كان ربي هو أنا بعدي بدويرة تقول لي شطارة شو نختاروا أنتم شو نتفضلوا يعني كان نظام فصل نظام اشتراك يعني ما بعرفوا ولا كل واحد وحده احنا من وجهنا باش نذكروا بحسب القانون لازمنا نقول لكم عن النظام هذا اشتراك وانت اشتراك اشتراك اشتراك
الزواج طبعا. لذلك نسألها السيدة فضيلة هل ترضين بالسيد محمد الجسمي زوجا لك؟ قابلة ولا لا؟ نعم نعم عاوزة بس أنا أكون محمد القاسم هل تقبل بالآن فضيلة القاسم زوجة الله لك؟ القوي يا محمد، القوي يا محمد، القوي يا محمد. وكما لا يصح عقد الزواج ايضا الا بشهادتين من اهل الثقه يشهدان بخلو الزوجين من الموانع الشرعيه والقانونيه التي يمكن ان تحول دون ابرام هذا العقد. تبعا لذلك نسال السيد الطاهر البريدي والسيد محمد انور جباري، فمش موانع تحول دون ابرام العقد؟ استنوا فيها الفرحه حتى كان يكون متزوج. لا ما تزوج ما فماش حتى مانع يكون دون ابرام هذا العقد. نحن
باشتريتين نجم التكستيري وفاطمه السيداني معهما زوجة وزوجة. اللهم يا رب اجعل هذا الزواج مباركا بينهما. اللهم بارك للزوجين في هذا الزواج المبروك وانشر على أيديهما الأمن والرخاء والسرور ومتعهما بالصحة والعافية والرفقة وارزقهما من لدنك رحمة ومغفرة ورضا. ربنا تقبل دعاءنا إنك السميع المجيب بجاه القرآن العظيم وسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى خاتم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. متابعينا على راديو صوت منزل بورقيبة هذه كان اليوم الجميل اللي خصوه لإطارات دار المسنين. كما شفتوا كانوا مستضيفين 9 دور مسنين على كامل تراب الجمهورية. تخلفوا زوز لأسباب الانشغال والله الله أعلم عليش. يوم كان ياسر مزيان، حضرنا عقد القران المسن والمقيمة بدار المسنين. هذه التجربة الأولى في منزل بورقيبة، إن شاء الله تتواصل على مستوى الجمهورية الكل وعلى مستوى دور المسنين في الجمهورية. مرحبا بكم، كنتم معنا شرفتونا وشكرا.